ازيكم شباب عاملين ايه؟ النهارده عندنا تمرين رجل دمار، فجهزوا كده وجهزوا كوبايه القهوه وقالوا بتتمشوا على التريدميل تتفرجوا علينا، فجهزوا كده عشان في معلومات طرش النهارده وتمرين طرش النهارده واوزان وحاجات جامده جدا ونكسر وزن جديد بي ار. ف خلينا ايه جاهز يا بيشو؟ جاهز يا بطل. بيشو جاهز. فمعانا النهارده بقى ايه عضو جديد، بس مش هيلعب معانا طبعا، هناخده بس واحده واحده كده على الهادي لحد ما ايه المستوى بتاعه يوصل لنا شويه، وبعد كده ايه ناخده معانا في تمرينه. مستر كريم امين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام بخير، وحشنا والله. الحمد لله. انت بص، انا بقى كتير مبطلين صح؟ وانا لسه كنت بقول لكم وانا قاعد في الاوفيس بتاعي الكرش بدا يخبط في الاوفيس، فابتدي اوسع عشان محدش ياخد باله، ياخد حيز وانا داخل. فالموضوع ده طبعا متعب جدا الحقيقه. انا شايف ان احنا لما بنتمرن قبل الشغل البرودكتيفيتي بتاعتنا فعلا بتزيد. انا بتعب قوي لما ما بتمرنش قبل الشغل الحقيقه. فاحنا قررنا النهارده ان احنا نبتدي هارد اند فاست، تمرينه بسيطه خالص، هنعمل جنرال وبعد كده هنخش نعمل الشغل بتاعنا، وهن ديكريس الستريس باي انكريسينج جود وركينج اوت. ان شاء الله. رايت سير؟ ان شاء الله. ريدي؟ احنا ريدي، ده احنا دايما ريدي. وانا كمان. لا انا فعلا شايف اي، يعني طبعا مش كل الناس عندها امكانيه ان هو يعمل تمرينته الصبح بعد كده يروح الشغل بتاعه. لو بوسيبل، لو ده ممكن، انا شايف ان هو احسن وقت في اليوم ان انت ممكن تعمل فيه كده بعد الشغل. لو في عندك وقت انك ترتاح طبعا ترجع ترتاح مثلا، تاكل وجبه خفيفه قبل طبعًا التمرين، وبعد كده تبدا مثلا تاخد الكوفي وتيجي هنا حتى لو ساعه نص 40 دقيقه بالكثير وترجع تاني ترتاح. المهم ان في حركه معاك مستمره على مدار الاسبوع، حتى لو اربع ايام خمس ايام، ده حقيقي، وتبقى اريح معاك. انا لاحظت الفرق في البرودكتيفيتي لما بروح الصبح فعلا بقى فريش قوي، بقى هي جميله، بس بتاعتي جاهزه جدا. في ناس بيبقى مثلا يا دوب شغلها الساعه 8 الصبح بقى الصبح، فهو ما عندوش استعداد انه يصحى الساعه 6 عشان يروح يلحق ينام بدري. ما هو في بينام بدري، كله بينام بدري، ينام بدري. طب انا لما ببقى مضغوط شغل بصحى 7 الصبح اروح الشغل وارجع اخلص مثلا 6 7 ما بنامش بقى، عارف جو التعب ده؟ لا اشتغل معانا بشويه، شاور كده شاور كده سريع واضرب القهوه مثلا وجبه خفيفه كده تدي بس باور، روح طالع الجيم. انت اول ما بتخش في مود الجيم كل ده بيسقط منك بقى، خلاص بتبدا تركز وجسمك يبدا يتعود على الروتين بتاعك. خلاص اخلص شغل جاهز ان انا اروح الجيم وهكذا، هي روتين تدخل فيه يبدا جسمك ياخد عن نشاط اليوم. ده حقيقي، هو الجسم محتاج روتين والعقل محتاج روتين والنفس محتاج روتين. الروتين الناس كلمه الروتين تقيله قوي على مسامع الناس، اللي هو ما تزهقش، ما يبقاش عندك زهق. الروتين غير الزهق، ان انت تزهق من ان انت مش عامل روتين بيكسايت يو، ده ملوش هو ما هو ما هو بترجع بقى لتنظيم وقتك. ده حقيقي، نظم صح هتعرف تتمشي يومك وعدد الساعات المظبوطه، واعمل اكتيفيتيز. يعني برضو ما تاخدش ان الروتين دي حاجه وحشه، كلمه روتين صعبه على ناس كتير انا عارف ده، بس انا هو يفتكر الروتين حاجه ممله. لا بالظبط، هو ملوش دعوه بالملل. يعني هو برضو كمان حركه الكون كلها روتين، خلي بالك في شمس في قمر في ليل في نهار، استمتع باليوم استمتع باليوم يا كابتن عبد الله. انت هتستمتع يا كابتن عبد الله معانا؟ كابتن عبد الله النهارده توداي ويل داي ان هيل، عشان كده قلت له لا انا هبتدي خفيف خفيف. ودي حاجه كويسه برضو، مش لازم تبتدي يعني تاخد الموضوع قوي كده. هتلاقي نفسك بتديكريس الاستريس حقيقي وبتنكريس البرودكتيفيتي، هتبقوا مبسوطين قوي قوي وانتوا بتتمرنوا وانتوا بتاكلوا كويس وانتوا بتناموا كويس وبتشربوا ميه كويس. احنا داخلين في الشتاء فاحنا ناكل كتير. كابتن عبد الله عامل لي نيوتريشن بلان، اتمنى ان اعرف امشي عليها واحاول بكل قوه. ما تقلقش بس احنا داخلين في الشتاء، فانا ممكن من غير ما اقول له اعمل تشيت ميل في اليوم. في اليوم مش في الاسبوع، سامعين؟ تمام، يعني كده مش هنوصل، احنا كده هنزيد وزن مش هننقل وزن. باكل جم، باكل بانانا، فبيقول لي البانانا دي فيها سكر، فقلت له فراح باصص لي قوي كده، قلت له لا يعني مش لا خلاص البان مش هاكل جم، ايه هو ده احنا اتفقنا ان احنا مش هناكل البان بسكر. على فكره كل الحاجات دي حلوه، كل الحاجات دي بتفرق. انا شايف ان احنا فعلا وي ار اوف تو ا جود ستارت. ثانك يو سو ماتش كابتن عبد الله حبيبي، I'm very happy ان انا هنا. يلا بينا نبدا، وعندنا تمرينه رجل النهارده زي ما قلنا، وهنطلع دلوقتي علشان نسخن، فيلا بينا. طيب تمام، هنسخن الاول الرجل.
كده هنعمل واحده اماميه مش هنثبت كتير، نعمل واحده برضو اماميه، وادخل دلوقتي اسخن على جهاز الضم علشان انا اصلا عندي مشكله عضلات الضم بتاعتي، فهسخن كويس قوي على الضم علشان لما اجي العب سكوات بوزن تقيل ما اتطحش. اهو بصوا لسه جاي برضو الساعه كام، يعني احنا برضو اتاخرنا وجاي الساعه كام يا زهر؟ الساعه 12 ونص ومعادنا 11 ونص. غير لي التمرين خالص، انا رايح في حته ثانيه. هو كلام هيدخل معانا التمرينه بتاعت الرجل النهارده، بس هيدخل على هادي برضو، مش هيدخل نفس المجاميع. لا ما تنفعش. فكلنا هنتمرن النهارده رجل، احنا تيم كامل دلوقتي اربع اشخاص هنتمرن، هنوزعهم بقى، في ناس هتتمرن سكوات، ناس هتتمرن حاجات تانية علشان التمرينة تبقى على الهادي. سخن دلوقتي برضو مجموعة سكوات بالبار فاضي، بعد كده نبتدي نزود وزن واحدة واحدة. أول مجموعة دايما بتبقى عدات كتير، مثلا 20 25 30 عدة، بعد كده بنطلع بالوزن واحدة واحدة، بعد كده بنقلل العدات. دلوقتي الجهاز بتاع الادكشن بتاع الضمه مش فاضي، مستنيين بقى اللي عليه يخلصوا. لعبنا اول مجموعه سكوات زي ما شفتوا، بار فاضي، وهنلعب تاني سكوات، بس هنحط 20 كيلو 20 كيلو ونسخن برضو تسخينه تانيه. ما تجيبش اخرك ها على الهادي ها. يلا بينا ندخل المجموعة التانية سكوات تسخين. ماشي. يلا بينا. بسم الله. يلا يا كريم. اوكي. يلا يا كريم. رجل اكستنشن تاني. كم واحدة بقى من دول؟ كم واحدة ايه؟ العب بس تلات مجاميع. يلا انا جاي لك. جامد، دي المجموعة التانية التالتة تسخين. خمس عدات. في حاجة يا صاحبي؟ هنسخن دلوقتي تاني خمس عدات دول كده بسم الله 100 كيلو، ولسه هيبقى في واحدة كمان تسخينة. هلا انا كوتشي علشان توازن. ايزي ثلاثة أربعة. سهلة خالص. احنا البي ار بتاعنا المرة اللي فاتت كان 130 كيلو، أكتر وزن وصلنا له الأسبوع اللي فات على سكوات، فالمفروض نكسر وزن النهاردة، نحاول نجيب ال 140 وال 150. خلينا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. روح. يلا ده كده 120 كيلو، هنلعب عدة واحدة تسخينة. جامد يا بيشو، الله أكبر. تمام سبت. نلعب عدة واحدة آخر مجموعة تسخين علشان ندخل بعد كده على الوزن بتاعنا. يا رب. بسم الله. احنا كده اهلنا العضله للوزن الثقيل اللي هندخل بيه علشان ما تتفاجئش ويحصل لا قدر الله اصابه. دي التسخينه زي ما قلت لكم قبل كده، في الاشكال كلها وفي التمارين كلها بنسخن بنفس الطريقه علشان ايا كان بقى صدر الظهر، عشان ما تتفاجئش العضله بوزن ثقيل مره واحده فتتعور. وتاني حاجه مش عايزين ان احنا نعمل مجهود كبير على العضله، فلما تيجي تبدا اول مجموعه تبقى انت خلصان اصلا مش قادر تلعب.
فنبدا دلوقتي المجموعه الاولى السكوات ب 130 كيلو. دي اول مجموعه لينا بسم الله ما شاء الله 140 كيلو. وبشوف بصراحه ما بيتوصلش في تمرينه الرجل، الله اكبر، رجليه يعني جيناتكس جباره جامد. روح 2 ايزي جامد. ها شدت، ده احنا مسخنين لحد ما قلنا بس طب رايق رايق. يلا ترتش كده و يلا. يا الله نسترها يا رب. مش عارف هنجيب بقى 6 هنجيب 8 هنجيب 1 على حسب. سبع الله 10 2 بوش خمسة ستة بوم. اوكي خلاص كنت عايز التمنة بسرعة بس مش قادر. مهم قوي في تمرين السكوات دي النفس بتاعك، لو شايل وزن تقيل زي ما انت شفته باخد نفس بملى بطني شوية ومبملهاش للآخر وبكتم نفسي وانا نازل، ونفسي بقى ايه بطلعه اول ما بطلع او قبل ما اطلع بحاجه بسيطه خالص. ف مهم جدا موضوع النفس ده وبالذات لو وزن تقيل علشان تحافظ على العمود الفقري بتاعك. انا رايح بقى ايه الترميه دي ما تنفعش رايح فيها 30 ثانيه ولا حاجه، محتاجه مثلا دقيقتين ثلاثه وندخل المجموعه اللي بعديها. ايه ضمه تو. دي المجموعه الثانيه لينا، هنعمل باك اوف سيت، هنرجع بالوزن 10 كيلو ونلعب بسم الله. البار دايما خليه على الترابيز بتاعتك مش على العمود الفقري، عشان في ناس بتحطه على العمود بعد كده تيجي تشتكي ان رقبتها بتوجع، فحطه على الترابيز واقفل بلحين كتفك لورا بحيث ان الترابيز يطلع، وامسك كويس البار، خلي كوعك لورا مش لقدام، خلي كوعك لورا بالشكل ده، امسك البار كويس، نفسك اكتم خطوة واحدة، نفسك اكتم انزل. بسم الله 2 3 5 6 2 كمان. يلا بسم الله بسم الله ايز مون مور. يلا جامد يا جامد جامد ليه عملت يا صاحبي؟ اصلا الله ينور يا صاحبي. دي المجموعة الثالثة نفس الكلام 130 كيلو. جبنا المرة اللي فاتت 8 عدات، إن شاء الله ييجوا تاني كده، يبقى احنا عاملين بروجريسيف اوفرلود محترم جدا الحمد لله. يا رب وصلنا تاني. انا معاك لا لا انا عايز الثمانيات مش عايز اجيب له تيجي تمام. لا لا خلينا على يا عم بدل ما الضمه تضرب هي كمان سيبها. عارف حسيتها امتى؟ بعد تاني عادة لقيت حاجه عملت لا بنت جزمه سخنت بقى ايزي. بسم الله نفس اب
بسم الله. اثنين ثلاثة. اوعى تكتم نفسك. طلع. خمسة ثلاثة كمان يلا. بسم الله. اوش. One more. ده مش الفشل العضلي يا جماعه، في واحده كمان للفشل العضلي. ف فاضل واحده. ريحنا وشربنا المشروب بتاعنا الاخضر، وهنلعب دلوقتي المجموعه الاخيره وهي المجموعه الرابعه. شوف هنقدر نجيب كام بنفس الوزن. وقت الراحه بتاعي كان من دقيقتين لدقيقتين ونص تقريبا او ثلاثه. تمارين الكومباوند موفمنت اللي هي التمارين المركبه اللي هي فيها زي البنش بريس زي السكوات والحاجات دي بناخد وقت راحه اطول، وبالذات لما تلعب منطقه عدات قليله ووزن تقيل. يا رب. البار خليه في نص الترابيس. المره اللي فاتت حسيته كان معوج سنه، فالاداء ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي. ونسمي الله. بسم الله. ايزي. نفس. اكتم. انزل. اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين last one. easy. دي فيلير. ها اوكي دي ما كانش فيها واحدة ثانية. دي لو كان فيها واحدة ثانية كنت نزلت ما طلعتش. خد يا باشا اكسجين، اسحب اكسجين عشان ما ندخش. يلا على التمرين اللي بعده. هندخل دلوقتي على التمرين الثاني وهو ليج اكستنشن. نسيت الفوطة هناك. ماشي مش مشكلة، انا هنجيبها بعد المجموعة دي. نظبط القعدة بتاعتنا، ننزل ده تحت السكة، نشوف الأوزان بتاعت المرة اللي فاتت، وهنلعب معاها سوبر سيت أدكشن. 12 عدة ب 103. يلا بينا. نلعب نفس الوزن. ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. انزل للآخر. أوب. أوكي. 12 عدة 103. وندخل على طول مع الضمة اللي احنا ما لعبناهاش في الأول، فخلينا معلش. هنا بقى ايه اسبل تمرين في الدنيا، اكتر جهاز ما بعرفش فيه احمل اوزان بسبب الاصابه بتاعتي دي. برجر وكوارع. برجر وكوارع بالظبط يعني. مش اول يوم دايت خلاص، انا حاسس ان عندي ديبريشن. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. دي آخر واحدة كده. 20 نلعب 20 ثانية، وبعد كده هنلعب 15 و15. المجموعة الثانية هنا. بسم الله. نفس الوزن كان فيها عدتين تقريبا، فمش هنزود.
بسم الله. 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي انا برضو نفس الكلام ضمه. ده الجهاز بتاع ضمه هنا تلعب لعضلة الجلوتس اللي هو اللي جوه بس هنلعبه مع الخلفية. نفتح بس ده كده ده كده تقل واحدة ان شاء الله خير. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 انا هنا بساعد في العدة الايجابية بايدي ومبساعدش في العدة السلبية. بساعد حاجات بسيطة. صعبة اوي رخمة وصعبة ويعني من وانا قد كده اصلا عندي الاصابة دي. نعمل بس شوية استرتشات ليها كده واحنا واقفين عشان نفتح الاوتار بتاعتها والعضلة تفتح معانا شوية عشان نقدر بعد كده نلعب. تعالى اوريكم الاسترتشات بتاعت الضمة دي تلعب ازاي. تبقى رجل ورا رجل قدام تثبتك على الارض تبتدي تزق بوسطك لقدام. مش هنكتر في الاسترتش ونعكس 10 ثواني كده ولا حاجه. نفس الناحيه الثانيه نفس الكلام. و نروح نشرب بقى ايه شويه ميه وندخل على المجموعه الثانيه الثالثه والرابعه. بس المجموعتين التانيين دول هنلعب 10 عدات والضمه هيلعب 15 عده. سو خلصنا دلوقتي المجموعتين التانيين بتوع الليج اكستنشن الاماميه والضمه. بعد كده هنلعب تمرين الليكر الخلفيه اللاينج وهنلعب برده لعضلات الجلوتس بس بدل الضمه لجوه هتبقى لبره سوبر ست. ليه لعبهم سوبر ست؟ العضلات الصغيره دي بدخلها في وسط المجميع علشان ما تاخدش وقت اكتر تمرينه. فا بيبقى الموضوع الانتنسي بتاعت او الفوليوم بتاع التمرين عالي شويه بس مش للدرجة علشان زي ما قلت لكم العضلات بتبقى صغيره شويه فما بتاخدش مجهود مننا قوي. فبحاول ادخل العضلات اللي هي الرفعيه الجانبيه يعني في وسط التمرين. فهنلعب دلوقتي خلفيه. شوف بس الوزن بتاع المره اللي فاتت لاعبين كام. لاعبين 49 كيلو 12 عده. هنزود هنلعب 58 كيلو ونحاول ان شاء الله نجيب ال 12 عده. خلينا مع بعض كده نظبط الكاميرا بس الاول كده على الجهاز. يلا بينا نظبط الرجل من ورا. بعد كده انا كعبد الله ما بحبش امسك هنا بصراحه بحس ان الموضوع اصعب فبحب امسك من تحت. نلعب بسم الله. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. اوكي الاكل يا جدعان والله العظيم بيفرق جدا في الاوزان وفي التمرين. لو بتاكل كويس هتلاقي الموضوع بيفرق معاك في الاوزان. الالياف العضليه بيحصل فيها استشفاء. الالياف العضليه الجديده بتطلع. جسمك بيقوى. عضلاتك بتقوى. اعصابك بتقوى. تلاقي نفسك بتعلى في الاوزان. هندخل دلوقتي على عضله الجلوتس. سوري
هنا نفس الجهاز بس لبره. احيانا الجهاز ده انت بتلعب بيروح شارد عليك شده يجيب لك كرامبات في حتت مش لطيفه. 3 4 5 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي هنزود المجموعه الجايه بس هيدخل برضو هنا 4 مجاميع. وبس خلينا نكمل مع بعض بقى ايه المجاميع دي. الجهاز ابن اللذينه بتاع الخلفيه ده متعب بطريقه. المجموعه دي المفروض 10 عدات 76 كيلو. ويبقى فاضل لنا بلاطه واحده على الجهاز العنيف ده. بسم الله يا رب. 2 3 4 1 2 3 مفيهاش تاني. اوه يا دين امي. الجهاز ده ما تقومش عليه مرة واحدة هيدوخك عشان انت دماغك بتبقى تحت مع النفس وجهد من النفس والوزن والكلام ده. فلو قمت عليه مرة واحدة هتلاقي نفسك دخت. يا باي يا باي يا باي. هندخل دلوقتي برضو على عضلة الجلوتس. تدخلي الاول؟ تدخلي الاول؟ اكيد انت عايزاه. هنعمل دلوقتي المجموعة الرابعة والأخيرة. ماشي حبيبي. لعضلات الخلفية هنعمل باك اوف ست. هنرجع بالوزن واحدة عشان زي ما انت شفتوا كده المجموعة اللي فاتت كانت طرش. فهننزل واحدة. بسم الله. مين يا دين امي. يا جدعان حرقان البنزين. مش طبيعي. لازم ندخل بعد كده على الابدكشن او الابدكشن عشان بتلخبط فيهم. معانا مبارك. الحمد لله. تمرينة رجل سهلة؟ سهلة يا كابتن عبد الله بصراحة. بس حلوة. هي التمرينة مش سهلة بس جميلة. يعني ايه مش سهلة؟ مش سهلة اللي أنا حاسس بالاستفادة. الاستفادة دي مخلياني عايز أكمل التمرينة بأي طريقة. فده دي حلاوة التمرينة اللي أنت التمرينة صعبة فعلا. بس في استفادة منها أنت حاسس بيها يعني أنا كمبارك حاسس بيها فعايز أكمل التمرين عايز أوصل للنهاية. تبقى اوزانك كانت عامله ايه؟ اتطورت ولا ما اتطورتش؟ لا هي اتطورت كتير مش اتطورتش. لا ده اتطورت كتير يعني انا بقالي 10 سنين بتمرن. لا بتمرن لوحدي بتمرن في الشغل بتمرن. لا مع في ظل شهرين عادي انا ماشي في الشهر الثالث. لا اوزاني اتضاعفت بقت الضعف وفي اوزاني بقت 3 اضعاف وبالذات كرجل. تمرينه الرجل دي
انا تمرين السكوات دي ما كنتش بحب العبها، لا معاك بقيت بلعبها وعايز اتمرنها وحاسس بالتغيير وحاسس لا يعني التمرين، يعني تمرينه الرجل ما بقتش عبء عليا زي الاول، لا دلوقتي بقت التمرينه سهله بالنسبه لي، عايز اتمرنها، عايز اوصل، عايز اجيب اخرها، عايز اشوف تطور رجلي، لان يعني رجلي ابتدت تتطور من فتره كبيره، رجلي ما بتتطورش. ماشي صح. شكرا يا كابتن عبد الله. معانا مبسوط جدا يا كابتن عبد الله. زي ما شفتوا كده مبارك اللي قاله، الاستمراريه بتجيب تطور، الاستمراريه في الاكل والاستمراريه في التمرين، الانتظام على اكل والتمرين بيحسن من ادائك، بيحسن من مزاجك، بيحسن من اوزانك، بيحسن من شكل جسمك وكل حاجه. فاتمرنوا واستمروا، لو لقيتوش نتيجه ما تستعجلوش، بس اتاكدوا بس ان انتوا ماشيين على الطريق صح، علشان ما تفضلوش ماشيين في الطريق الغلط وبتضيعوا وقت على الفاضي. فالمهم هندخل دلوقتي على الشكل اللي بعديه، هنلعب هاك سكوات. احنا لعبنا دلوقتي سكوات ولعبنا اماميه ولعبنا خلفيه، هنلعب برضو هاك سكوات هاي فيت عشان نستهدف عضلات الخلفيه شويه، الافاده هتبقى اعلى شويه من الاماميه هي والجلوتس، فهنرفع رجلينا فوق شويه وهننزل ديب سكوات علشان هنجيب عدات 15 عدة، مش هنلعب بوزن تقيل، هنلعب بوزن خفيف وننزل بالراحه، هنركز في الايسنتريك العده السلبيه ونطلع بالراحه برده، مش هيطلع بسرعه. فدي بقى موت بتجيب من الاخر بعد الاشكال دي كلها، هنلعب برده اربع مجاميع مع سمانه. فخلينا نبدا. هنلعب دلوقتي بوزن 50 كيلو، حط الفوطه افتكرناها اخيرا، و نحط رجلينا فوق بالشكل ده كده، الكاب طبعا هيعكسنا لمو. نبدا نزق الوزن. يا نهار ابيض يا جدعان على كل حاجه. نفس، ننزل ديب، واحد اثنين خمسة، اثنين، ثلاثة، أربعة، يا نهار أزرق، خمسة كمان يلا، اثنين، ثلاثة، يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي. جايبة أمامية عشان الديب، وجايبة برضو خلفية شغالة. نلعب دلوقتي على السمانة واحنا قاعدين زين. 25 يا صاحبي، تروح اشيل الجهاز. مش عندك، مش عندك، هنا هم، هنا هم. عايز ثلاثة، خليك في واحدة ثانية هنا يا رب. روح. هنلعب 20 عدة، بسم الله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية، تسعة، واحد، أربعة، خمسة، سبعة. وحش التمرين ده بس حاجة واحدة، مثلا ده لما بيترك كده رجلك بتبقى على الحديدة الأمامية بتوجعني، ببقى قادر أشيل في الوزن بس ما بقدرش عشان الأمامية بتوجعني. فدي المجموعة الأولى، هندخل دلوقتي على المجموعة الثانية والثالثة والرابعة. انزل يا صاحبي، روح
جامد ايزي. انزل نفسك اكتم وانت نازل وطلع وانت طالع. جامد. هوب. ايه الكلام؟ الحمد لله تمام؟ انا ربنا ينصرك. حاسك كده مش قادر تقف على رجلك. لا لا جامد جامد حبيبي يا كوتش. هندخل المجموعة التانية دلوقتي. يلا بينا. استنى فين اللي مش هنا؟ اه يلا خش. ثمانية تسعة عشرة خمسة كمان ايزي بسم الله. واحد اثنين ثلاثة انزل بقى ايه بالراحة خالص. نطلع ولا ايه؟ استني عشان اتحشرت تقريبا. ويجي حد يجي يقول لك ايه؟ انت مش طبيعي. احنا مش طبيعيين فعلا. احنا مش طبيعيين. احنا اساسا استنانا يا باشا. يلا يلا خدوا بالكم ايه من تحت بقى ايه. يلا رجالة بسم الله. ايه بسم الله. واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة اثنين أربعة ستة ثمانية. يابا يما تعبت. عايز اعيط. خلصنا دلوقتي الهاك سكوات ونسيت الكول بريس بتاع سمانة. دلوقتي اخر حاجة هو الهيد ثرست وسمينا برضو بس على الجهاز مش هنلعبه ستاندنج. هنلعب جهاز اسمه بوتي بيلدر و صح. مش شرط على فكرة ان انت تلعب باوزان اتقل من الاوزان بتاعت الاسبوع اللي فات. كل الاشكال اعمل اللي عليك وشوف التطور بتاعك. حتى لو هتطور بلاطة او 2 كيلو ونص او كيلو ونص 2% او 1% حتى في الاسبوع فعادي مفيش اي مشكله. ومش شرط كل الاجهزه خلي بالك. يعني انت ممكن تلعب تمرين مثلا الاسبوع اللي فات انت لعبه ب 30 كيلو النهارده تلعبه ب 32 كيلو
وبقيه الاشكال ما تقدرش او تلعب بنفس الوزن، فده طبيعي مفيش مشكله. كمل على اللي انت بتعمله وان شاء الله التطور هيجي واحده واحده. فتعالوا دلوقتي ندخل على البوتي بيلدر نلعب برده 15 عده ونشوف الوزن اللي احنا كنا بنلعب بيه كام. من الحاجات اللي خسرتني لو انتوا فاكرين في البطوله اللي فاتت غير الحجم كمان، الواد اللي خد مني في البودي بيلدينج التوته بتاعته كانت قد كده، كانت اكبر بكتير. فهنشتغل على الموضوع ده انه يعني الفتره الجايه عشان تعرفين ان البودي بيلدينج العضله دي مهمه جدا بالنسبه لكم. فاهمين انتوا؟ حط 10 كيلو كمان ثانيه. على فين يا صاحبي؟ طب بقول لك ايه، هات ال 10 كيلو هناك دي. عضلة مهمة جدا. هذا صاحبي ألف شكر بشو حبيبي يا صاحبي. بشوي نزل علشان عنده في البداية بتاعت التمرين زي ما انت شفت كده الضم قفشت عليه للأسف يعني. الناس ما تسيبناش في حالنا في الجيم طبعا، اوزان وبتاع ومجموعه وجروب يلا الحمد لله حصل خير. حاجات بسيطه نبدا. بسم الله. اوعى. بسم الله. 2 5 1 3 4 يدخل معاه سوبر ست سمانه وده يبقى اخر شكلين هوريكم التمرين هتبقى بتاعت السمانه عامله ازاي. بلعبه على الليج بريس. اسف هنا ده الليج بريس بطلع دي قدام اخر للاخر خالص. شوف الوزن يمكن بنلعب 129 حط مشط رجلك تريد زق ركبتك مفروضة. 2 3 5 2 4 10 2 4 8 9 20 1 2 3 4 هنلعب للفشل العضلي في السمانة. 4 مجاميع هنا و 4 مجاميع هنا ودن تمرين نار نار نار. يا رب يكون الفيديوهات عجبتكم واستنوا بقى بكرة عندنا تمرين بوش بس أشكال مختلفة. بس عشان كده التمرين طولت والفيديو طول تقريبا انا مش عارف احنا بقالنا قد ايه بس احنا بقالنا كتير. فاشوفكم بكره ان شاء الله في تمرينة البوش. ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناة. وبيس وسلام.